وزارة وحبرشدة حكومة دا صوماليا يا وحا اي شاكتي ان اي ساميسي قود دي كشاقيا ديارين تا امتحامات مديسان او كدعا قود هام با دالكا صوماليا سيدا ووركاني مقالة دا مقدشة او نغس ودريورية هيگا احمد يوسف سليمان كلن كان اي سو قوان قابسه وزاره وحبرشده هيدها يتعلن سريه الدوله الفدرالك الصوماليه ايا وحا لوغو مغعابي غودي قوان قامين دون امتحانات كدوكسيد سريه دلكا كا اول رجينيو انو نقض امتحان قرن او سي اسكويدا ميدا لوغو ودا غلي دونا غود هاندلك الصوماليه وحا كلن كهدلي وزيرك وزاره وحبرشده هيدها يتعلن سريه dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Qadir Bashiir Cali iyadoo sheegtay in gudiga uu ka kooban yahay 15 xubnood ka oo wadi doona howlaha imtixaan qaran inaan aan dhameynay aanan isku dubaridnay gudi imtixaan qaran oo ku meel gaara oo howlaha imtixaanka qaranka la wadi doono wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta markii aan garanay inaan u baahanahay xaq Soomaa u socodka الإلالي أو امتحانات كخرنكا إيه شرفت امتحانات كخرنكا إيو إن بلشد الصوماليات إن الأوغيسيو أين كمد نقطو دكا تغالينكا إيو خا إن لو داغا يكبر دهود أيهين وحن قوان سنين إن المغعامنو شن إي طوان حبنود أو كمدا إن قدقا امتحانات كخرنكا إيكو ملقاكا wasaaradda waxbarashada ayaa waayihii dambe waxay ku hoolanayd sidii loo qaadi lahaa imtixaan qaranka oo loo wada midaysan yahay. Axmed Yuusuf Suleyman, Somali Channel, magaalada Muqdisho.